دلوقتي هنروح مع حضراتكم لبور سعيد، خلونا نشوف ازاي بيتم استخدام فن الجرافيتي في رسم الجداريات المبهجة. أنا موسى عبد الرحمن من بورسعيد، عندي 23 سنة، خريج كلية علوم. كنت برسم ستة ابتدائي على ورق. رسمت كل الأنواع، ألوان ورصاص ودق على النحاس، حاجات كتير جدا، والرسم فحم وكل حاجة. بدأ اهتمامي برسم الجرافيتي من 2017، رمضان 2017 لما كنت عايز أعمل حاجة لرمضان. أول جرافيتي كان على حيطان بيتنا، يعني كان في 2017، كنت عايز أجدد البيوت عامة. أسرتي دعمتني كتير إن أنا أرسم جرافيتي في أكتر من مكان، ورسمت جرافيتي أكتر من مكان، رسمت في العمارة في كذا حتة، ورسمت في بور فؤاد في كذا حتة. السبب اللي خلاني أزين شوارع بورسعيد حابب إن أشوف الشوارع بشكل أحسن. بيوت قديمة، حاجات قديمة، فأنا حابب أدخل ألوان في كل حتة. خطوة نفسي أعملها بعد ما أخلص حيطان بورسعيد، نفسي أرسم في مصر كلها، أتوسع في مصر كلها، تبقى يعني أسيب بصمتي في كل مكان. نفسي أعمل معرض رسوماتي بإذن الله، بعد ما بعمل حيطان كتير في الشوارع أعمل معرض بقى خاص للرسم. انا حبيتك من ده كتير بقى. صباح الخير يا مصر، طول ما انت ماشي كده صباح الخير يا مصر، اي جدار تقابله صباح الخير يا مصر، منشن اسامي ولو خرجت من بورسعيد وبدات تلف في المحافظات صباح الخير يا مصر برضه. صباح الخير يا شمس. صباح الفل.